أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تارك الصلاة عمدا؟ وما هي عقوبته؟ وما حاله في القبر؟ وما نصيحتكم لمن يترك الصلاة؟ وجزاكم الله خيرا. من ترك الصلاة متعمدا فإن كان جاحدا لوجوبها فهو كافر عند جميع أهل العلم، وإن كان مقرا بوجوبها وتركها تكاسلا فالصحيح أنه يكفر أيضا، وإن خالف بعض العلماء لكن الصحيح أنه يكفر كفرا أكبر. قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، رواه أهل السنن. فهذا واضح في كفر تارك الصلاة، الكفر الأكبر المخرج من الملة. نعم.